ده ابنك؟ ماله؟ رب حرارك. ها؟ هياخد كيماوي. ليه سنة ونص ياخد في الكيماوي. عنده كانسر؟ فين أمه؟ في أمه في أمه عندها سحر. لازم تجيبيها الأسبوع الجاي. ماشي. طب وهو؟ السحر اللي في أمه عامل فيه كده. عديك. جوزها فين؟ جوزها هنا؟ وقعدني. جوزها فين؟ اللي بعتك الجسد ده مش هيكل ليه؟ ايا كان اللي بعدك ده حجاب. شايفين السحر؟ انا بمجرد اني المس السحر اتحرق خلاص، اتحرق في العالم الروحي. دي تعويذ مذكورة. افتحي افتحي. ده خده مش قادر. لا خده، امسكه من ايدي. يلا خد سحرك. يلا ما استحيش. خد سحرك اهو، ادي ايدي ادي ايدي. خد سحرك، خد سحرك، خد سحرك. سمين شكرا يا يسوع. هي اتحررت، هي اتحررت. قومي. شوفوا لما مسكت انا الورق بقى نار. اسمك ايه؟ مريم. مريم يا صحرارك. امين. اغفري لجوزك، ما تروحوش لسحره تاني. مين اللي عمل لك الاحجابه دي؟ ها؟ لو ما غفرتيش لجوزك الشياطين مش هتسيبك. قولي انا بغفر له. انا بسامحه يا رب. اغفري له. عدم الغفران هيجيب الشياطين تاني. سمحة. من قلبك؟ من قلب. امين. مين اللي جابها؟ اعترفي. عندنا في البيت. عندكم في البيت؟ ايوه. مين اللي جابها لك عندكم في البيت؟ واحد قريبنا. تتوبي، ما تعمليش كده تاني. امين. يسوع حرارك، يسوع بيحبك، يسوع بيحبك. دول عيالك؟ ايوه. عيال. ازيكم؟ ابنك عنده ايه؟ كانسر. سرطان؟ ايوه. عارف ليه انا اخد الولد ده في حضني؟ لان الشياطين اللي في امه، الشياطين خرجت منها شياطين السحر، فاضل شياطين المرض مرتبطه بالطفل. مش انا قلت من شويه ان لو انت ما تبتش كاباء وابناء عيالك هيورثوا سحرك وشياطينك. عدم توبتك مش بتأذيك انت بس، بتأذي كمان عيالك. شايفين الطفل ده عنده سرطان اهو؟ شايفين الطفل؟ انا بفصلك روحيا عن الاب. اخرج يا رب. مش قادر. شكرا يا يسوع. قومي. بص العناية ابنك ده. لا 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 يا كريس، ابعد عني. انت اللي جبتني هنا، ابعد عني. انت عايز تأذي الطفل؟ خد اذيه. يلا اذيه اهو، ده في ايدي. انا بأمرك باسم يسوع المسيح، بأمرك ده خليه عشان يتحرق. لا موت السحر ده، وديه المحرقة. انا خرجت، موتوني موتوني. اخر. شكرا يا يسوع. Ah!
له غزال قول له غزال لا فلا تعود. شكرا يا يسوع. تعالي أنا خذ ابنك في حضنك. أمين. ابنك من 40 يوم شعره هيطلع تاني، هو اتشفى. توبي، اغفري لجوزك، جوزك راح لصحراء. أمين. أنت رحتي لناس كتير يصلوا لك ومحدش عارف يطلع الشياطين، وانت جايه وانت بتفكري ان انت جايه لواحد زي انت رحتي لهم، عشان الشيطان كان ماسك فيك بيشككك. أيوة. ارفضي الشكوك دي، يبقى للمسيح مش انا اللي حرارتك، المسيح اللي حرارك. قولي له يا يسوع ادخل قلبي، يسوع ادخل قلبي واملك على حياتي، املك على حياتي وعلى بيتي وعلى بيتي. امين, أمين. سامحي جوزك. الاخت اللي معاها الشهادات أشعة وتحاليل وتقارير، أنا مش عارف إيه المعجزة دي، معجزة شفاء أعتقد، أنا عارف من الأشعة والتحاليل. أنتوا ساكتين ليه؟ بنقول معجزة شفاء، ولا أنتوا اتعودتوا في الكنيسة دي على المعجزات فبقى عادي يعني؟ بقت المعجزات شيء عادي. يسوع حي، يديله كل المجد. خلينا نتعرف بيكي، قولي لنا ايه المشكله اللي جابتك الكنيسه هنا؟ منين؟ اسمك ايه؟ اسمي مريم منصور من سوهاج، وجيت هنا كان عندي سحر. كمل. الاول انا اتعرفت عن الكنيسه عن طريق النت، وبعدين امي شافت الكنيسه والمعجزات فقالت انا هجيب كراس هنا علشان يخف عنده كانسر. فجت بعد كده، جت يوم 1/8 امي بكراس، وبعدين راحت حضرتك جيت لها ووقفت لك كراس، فرحت قلت لها هو امه عندها سحر هاتيها الاسبوع اللي جاي. فانا جيت يوم 8/10 يوم عيد ميلاد ابني. مين اللي جا هنا؟ قريبتك؟ اختك؟ امي. امك؟ امي جابت كراس. جت بكراس. ايوه. كان عنده ايه كراس؟ كانسر. كانسر. ايوه. لما جت هي عشان اصلي له يعني. ايوه. وبعدين ايه اللي حصل؟ فقلت لها ان هو امه عندها سحر هاتيها الاسبوع اللي جاي. فانا جيت برضو يوم 8/10، ولما صليت طبعا ظهرت الارواح الشريره وطلعت هنا وقلت لي في سحر وحررتني، وقلت الكراس ان هو شفى خلاص، وبعد 40 يوم هتيجي وشعره هيطلع. احنا واو واو هللويا. بصوا شعره الجميل بدا ينبت ازاي. ايوه. احنا النهارده 40 يوم. مامتها جات ومعاها الطفل علشان اصلي له، والشياطين كانت منع الام تيجي، بس روح الله كشف لي، قال لي ما تصليش، قول لجده الطفل ده، قول لها تجيب مامة الطفل ده لان الام فيها سحر. دي نبوة. عنده كانسر. فين امه؟ امه عندها سحر، لازم تجيبيها الاسبوع الجاي. وبعد كده الاسبوع اللي بعديه هي جت هي وابنها ومامتها علشان نصلي. اول ما لمستها النبوة اتأكدت وظهرت الشياطين عليها، وبعد ما هي تحررت من الأرواح الشريرة أنا قلت لها بعد 40 يوم ابنك شفي تماما. النهاردة 40 يوم. النهاردة 40 يوم وشعر كراس. النهاردة ال 40 يوم. أيوة. وشعره طلع. أيوة. ادوا المجد ليسوع. يسوع هو الشافي. يسوع هو الشافي مش أنا الشافي. طبعا. أنا هنا عشان أعلن مجده وأعلن إن يسوع حي.
بتقول ان النهارده اليوم الاربعين والدليل اهو ان شعره احنا مصورينه قبل وهتشوفوا ان كل الكلام اللي هي بتقوله ده حقيقي وهو كان ما كانش في شعر ومعها اشعه وتقارير وتحاليل ايوه الاشعه عملناها معجزه لا يمكن انكارها طبعا بعد ما جيتي هنا وظهرت عليك الارواح الشريره أيوه. انا قلت لمامتك اللي هي جدته ايوه قلت لها ان انت فيكي سحر ايوه وانا كنت في ايه اللي ما خليكيش تيجي معاهم انا كنت حاسه ان انا تعبانه يعني مش عايزه اجي هنا يأسانه ومحبطه وتعبانه أيوه. ومخبوطه في ربنا بس كنت لما شفت الرساله اللي هي اكتوبر شهر انتصارات فقلت معقوله يكون لي انا انتصارات في شهر اكتوبر زي الرساله ما بتقول فلما جيت هنا فعلا انا حصل لي انتصارات كتير بابني انت قريتي الرسائل اللي انا بكتبها أيوه. على الفيسبوك ايوه دي رساله شهريه خدوا بالكم دي نبوات باخدها لكل شهر من الرب اوعى تستهين بالنبوات دي هي اخدتها وفعلا كان شهر الانتصارات في حياتها ايوه احكي لنا قولي لنا ابن الكراز بيعاني من سرطان من اي نوع في المرحله كام بقاله قد ايه رحت للدكاتره قالوا لي رحلتك مع الاطباء هو تعب الاول وما كناش نعرفين عنده كانسر احنا بقالنا سنه يعني الشهر ده بقالنا سنه ورحنا مستشفى وعمل عمليه على الرئه وبعد كده عملوا له اشعه طلع فيه ورم بين الفقرات وفي النخاع وفي العظم ومنتشر في المرحله الرابعه وكان وجع رجليه ما بيجيش يقوم بيديله مخدر عشان يقدر يسكت من الالم والتعب فبقينا اتحجزنا في معهد اورام وبقينا نقعد بالشهر 15 يوم وهو تعبان بعد كده عملنا يعني بيعملوا له يدوه كيماوي وجرعات مكثفه وبقى في تحسن بسيط يعني هو مستجاب للعلاج لكن ما فيش شفاء تام بعد كده يعني قلنا لازم تزرع نخاع فروحنا نعمل الزرع اتاجلت قبل ما نيجي هنا اتاجل ما نعرفش ايه السبب جاء شهر 8 النخاع بتاعه نشط فيه الورم وباقي التحاليل كلها وحشه ده قبل ما نيجي هنا وبعدين كثفوا له الجرعه الكيماوي كثفوها وجينا ناخد جرعه مكثفه وتعب بعدين لما شفنا الفيديو وجينا هنا روح كراس لما جه اول مره روح مع امي بقي يقول لها انا عايز يعني عايز امشي في الدنيا كلها مش تعبان انا كنت باخده واطلع بيه السلم وشايله بقي يمشي وحده قبل ما انا اجي بس هو جه هنا بقى هو يطلع السلم لوحده وانا كنت بشيله اطلعه فوق لكن هو بقى يطلع لوحده ولا انا مش تعبان انا حاسس ان انا مش تعبان سمعتي عن الكنيسة هنا ازاي؟ سمعت عن طريق النت عن طريق بس في ناس يعني قالت من زمان من البلد بتاعتنا قالت ان هو لما تعب جديد قالت فيه ودوه هناك اكيد امه فيها حاجة ودوه فاحنا بصراحة ما كناش نعرف يعني ايه الكنيسة وايه كل يعني ايه اللي بيحصل مين اللي قال لكم ودوه هناك؟ في حد جه هنا جه هنا وكمان ما كانش بيخلف وخلف خادم هنا مين اللي خادم؟ مين الخادم؟ الخادم هنا اللي دعاهم؟ اوكي بس فاحنا لما شفنا تاني بيجي تيجي الرسالات على النت واشوفها وبعدين لما حكيت لامي فهي اتحمست ورغم الاعتراضات اللي حواليها برضه جات وجابت كراس هنا ولما جابته حصل الشفاء وانا جيت بعدين بس فاحنا عملنا اشعه بعد التحرير احنا عملنا اشعه بعد التحرير وحصل ورم تليف حصل الورم تليف والنخاع عملنا بذل وطلع النخاع طبيعي بينتج خلايا حمراء طبيعيه خالص لا تاني بعد ما جيتي هنا ايوه انا دعيتك ايوه
ولما جيتي هنا وسمعتي الرسالة اللي روح الله قالها لوالدتك ان انت تيجي هنا، ايه شعورك؟ ولما جيتي هنا ايه اللي حصل؟ لما جيت وبعد ما لما سمعتي رسالة ان انا بدعوكي للتحرير، جيت ما ترددتش، جيت بس كنت حاسة ان انا مقيدة في رجليا وايديا وكنت تعبانة مقيدة حتى في يعني في العربية انا وجاية كنت سامعة صوتك وكنت حاسة انك معايا بتكلمني تكلمني وما تخافيش ما تخافيش، وكنت حاسة بره برضو ان انا مقيدة لحد ما وصلت عندك وتحررت، حسيت بفرح وسعادة. لما جيتي هنا ظهرت عليك يا أرواح شريرة؟ ايوه ظهرت. وايه شعرتي بايه وقتها؟ شعرت ان انا تعبانة وبس، ما حسيتش بحاجة غير ان الأرواح اللي بتتكلم السحر. وبعدين لما حررت حسيت بفرح وراحة وحسيت ان انا خدت حاجة حلوة هنا في الكنيسة وابني شوفي. لما اخرجت الارواح الشريرة من جسدك ايه الكلمات اللي قلتها لك عن ابنك؟ ابني قلت لي ان هو بعد 40 يوم شعره هيطلع. هو شوفي 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 وبعد 40 يوم شعره هيطلع. هو شوفي تمام. اسمعوا كيف حدثت هذه العملية الروحية. روح الله كشف لي ان الشياطين اللي في الام هي اللي ادت كانسر للابن. عرفتوا 99% من مشاكل اللي بتحصل في الاطفال والابناء سببها الاباء والامهات. الطفل يجي كده تسأل قول يا رب ليه انت ليه بتعذب ابني كده؟ ده طفل بريء، ليه عملت فيه كده؟ ليه سمحت انه يجي له كانسر؟ احبائي افتقد ذنب الاباء في الابناء. الاب والام البعيدين عن الرب اللي عايشين في الخطيه، الخطيه يورثها الابناء، والامراض واللعنات تورثها الابناء. لما الاب والام يرجعوا للرب اولادكم يكونوا طاهرين. لو الاب والام ما رجعوش للرب اولادكم يكونوا نجسين تحت قيود الظلام. الشيطان ما كانش ساكن في الطفل، لكن كان رابط الطفل بالكانسر، ورب وراني ده. عشان كده قلت لها، قلت لجدته روح هات امه، انا عارف ان الشيطان منعها عشان ما تتكشفش. ولما جت ظهر عليها الارواح الشريره. قلت لها ان الشياطين اللي في الام هي اللي رابطه الطفل، والنبوه اتاكدت لما جت الام وتحررت. قلت لها مبروك ابنك اتشفى. يبقى اللي كان ماسك الطفل وربطه بالكانسر مين؟ الشيطان اللي في الام. وليه بعد 40 يوم؟ دي كلمات مخصصه محدده ليها هي. الروح القدس هو اللي حدد الفتره دي. بعد ما خدتي الكلمات دي وتحررتي، قلنا ابنك حس بايه وانت حسيتي بايه وايه التغييرات؟ التغييرات هو حس ان هو خاف، هو نفسه بيتحرك يطلع ينزل ما يتعبش. وانا حسيت اني مرتاحه وحسيت خدت حاجه جوايا كده حلوه، خدت الروح القدس. يعني حسيت ان انا حتى مش عايزه اسمع اي كلام وحش، مش عايزه اسمع اي حاجه من اي حد وحشه، مش عايزه اتكلم على حد. وعايزه يعني كل الناس بقيت شايفه الناس يعني بصوره تاني، يعني مش عايزه اقول لحد اي حاجه وحشه. يعني اتغيرت حياتنا وحياه ابني. ايه التغييرات اللي حصلت في ابنك بعد الكلمه النبويه دي؟ ابني رحنا عملنا اشعه، عملنا الاشعه بتاعته فطلع الورم حصل له تليف. واو. مات الورم؟ مات مات. هو موجود موجود لك ما فيش، حصل له تليف مات مات. انتوا عارفين ليه؟
خدوا بالكم وهي بتقول بعد التحرير وقلت لها ان ابنك اتشفى راحت تعمل اشعه الدكتور بيقول لها المرض الورم مات. ليه الورم مات؟ لان الاورام الخبيثه بتستمد حياتها من الارواح الشريره. لما انا طردت الشيطان الورم ما بقاش حي، مات يعني وجوده زي عدمه. وانا قلت قبل كده ان السرطان هو عباره عن خلايا ميته بتحارب جهاز المناعه. الخليه الميته جوه جسم الانسان بيدخل فيها روح شرير بيديها حياه وبعد كده بيهاجم بيها الجسم، وهكذا الامراض المميته بتصيب الناس بسبب الارواح الشريره. يعني بعد ما انا صليت له الكانسر مات، ايوه، والنخاع عملوا له بذل نخاع وعينه طلعت سليمه وطبيعي جدا يعني بينتج خلايا طبيعيه جدا. هللويا. كراس ورينا بتجري ازاي وبتلعب ازاي. هللويا. ايه التغييرات في صحته اللي لاحظتيها خلال الأربعين يوم دول؟ كويس، ما فيش أي حاجة معاه. اشرح لنا إيه الأشعة اللي معاكي قبل وبعد؟ الإشعاعات بعد، أنا جبت تقارير بس. تقارير القديمة كلها بتشرح. هو دي الإشعاعات بعد، لكن دي التقارير اللي هي قبل. قبل؟ آه. أيوه احكي لنا قبل الأول الأشعة بتقول إيه؟ الإشعاع الأول كان ورم اسمه ورم الرومي العصبي ومنتشر في جسم المرحلة الرابعة. وفي العظم وفي النخاع، وكان منتشر ويعني كان شرس. الدكتور بيقول ان هو منتشر وشرس، منتشر بسرعه. ده قبل وبعد، يعني وبعد كده ده الاشاعات والتحليل ان هو بتبين ان الورم ما فيش. انا لو في دكتور هيشرح لك اكتر. لا اشرح لنا يعني حجمه قد ايه الورم، ولا كان منتشر في كل جسم؟ لا كان بين الفقرات، هو كان منتشر بس الورم الاكبر كان 10 سنتي. 10 سنتي ايوه في الفقرات. دلوقتي بقى واحد يعني ما فيش، بيقول للدكتور دلوقتي بقى واحد ما فيش كمان، ميت. اه ميت، انكمش ومات. ايوه ميت. قول لنا البعد، الاشعه بعد بتقول ايه؟ الاشعه بعد بتقول ان هو حصل له تليف هنا، باين ان هو حصل له تليف وان هو بقى واحد يعني ما فيش. الدكتور بيقول لو كان ثلاثه كنا هنقول لك برضه ان هو ما فيش، لكن هو ما فيش، مات. مفيش مات خالص، مفيش، مفيش. الشيطان مات. والنخاع طبيعي، تقرير بنطلع النخاع ان هو طبيعي 100% طبيعي. النخاع طبيعي 100%. ايوه طبيعي. هما كانوا بيعملوا له عمليه بذل وحاجات زي كده. هما دلوقتي بعد التقارير عايزيننا نروح نعمل زرع نخاع علشان خايفين المرض يرجع له. ده راي الاطباء. لا مش يعني. هيرجع له ده شيطان. فانا مش هروح اعمل بذل. انت شفتي ايد الرب، عرفتي السر. ايوه السر هو ارواح شريره. أيوه. الطب هيعمل ايه؟ يقعد يقطع. ايوه بالظبط، يقعد يقطع في الجسم، هو ده اللي يعرف يعمل. ليه؟ لان الاطباء البشريين مش هيقدروا يعني يستأصلوا الارواح الشريره. انا يقدر يشيل الدمار اللي عملته الارواح الشريره، لكن الشيطان جوه. هم يشيلوا الاورام تطلع اورام تاني. ليه؟ لان الشيطان جوه. لو طردنا الشيطان مات الكانسر، ما بقاش ليه وجود. هللويا. هللويا امين. كراس كمان في دليل ان شعره طلع، ممكن تروحي. علشان ادخلي ادخلي كمان. هللويا. دي المعجزه بعد 40 يوم من المعجزه، فيا دوبك لسه الشعر بينبت. خلينا ندي كل المجد للرب يسوع الشافي. هللويا. امين. تحبي ايه رسالتك لكل الاسر المرضى اللي عندهم اطفالهم مرضى، الناس المرضى، ايه رسالتك ليهم؟ وايه الدعوه اللي تحبي تقدمها لهم؟
بدعوهم يجوا هنا الكنيسة، يجوا هيشفوا هنا، يتلاقوا الشفاء عند المسيح هنا. بس أنا في شهادة تاني أختي، أنا كنت جاية أشهد مبارح وحصلت حاجات كتير منعتني من الشهادة، وأختي تشهد معايا بالكلام ده. تعالي أختها، أختك اتحررت من أرواح شريرة مبارح، العيلة كلها بتخلص، العيلة كل اللي بيجي هنا بيخلص، مصر للمسيح. انت اختها؟ اه انا اختها. انا شهادتي من اول يوم جيت تعبت، كنت حاسة نار في جسمي ونار كتير قوي، وفجأة قمت نصرخ ونعيط كتير، وبعد كده شفت ابونا مكاري واقف هنا وراك ابونا مكاري، وسمعت بيقول لي يعني نفس كلمات اللي كان مكاري. فبعد كده فقت وهديت وقعدت. تاني يوم امبارح ولما تعبت ولفيته وما جيتنيش، انا اتضايقت وقلت ازاي ما يجينيش يحررني، انا هرجع تعبانه، وانا ما كنتش اعرف نفسي ان فيني اي حاجه. بعد كده تاني يوم جتني، فما اول ما جتني انا خفت وترعبت وجيت هنا وتحررت. فالنهارده الصبح كنت ما كانت معايا اختي قاعدين في الاوضه انا وهي، فجاه ما تكلميني ما تكلمنيش كله بسببك، وظهرت عليا روح الساح بسبب اني اختي تتمنع ما تجيش تشهد هي ولا ابنها من اللي هو يعني اللي بعتلها السحر ده. فكانت نار نار ويا كتير قوي. فجأة اختي رفعت ايدها وقالت لي انا بابا سعيد، انا جاي احررك، تحرري تحرري وخلي اختك تروح تشهد اختك، يلا قومي. وقعدت اردد معاك الالسنه الناريه الناريه، وفعلا وجعت تاني في الاوضه في اوضه الاوتيل هناك، وجيت بدل المره اتنين هناك، انت كنت معانا بس على اختي كنت بتتكلم بلسان اختي وقلت لي انت بابا سعيد، انا بابا سعيد. وبعد كده جابتني هنا، فكنتش حملها تلمسني خالص ولا كنت عايزاها تلمسني، وجيت قعدت هنا. فالروح القدس اللي انت اديتها لي جوايا كانت بتقول لي ما تخافيش ما تخافيش، انا معاكي انا معاكي، روحي لها روحي لاختك قولي لها شهدي واطلعي، قولي لها لو ما شهدتيش وما طلعتيش ابنك هيرجع للمرض، في اللي باعت السحر ده باعته مخصوص عشان خاطر ما تطلعيش انت. بعد كده قعدت لحد ما انت جيت، والروح جوايا بتقول لي ما تخافيش ما تخافيش ما فيكيش حاجه، والافكار الوحشه بتجيني تقول لي لا انت فيكي حاجه فيكي حاجه، لحد ما وصلت دلوقتي هاني وجيت قدامك، والحمد لله نشكر ربنا ما في ولا حاجه ولا حاجه. عظيم ايماني، شايفين إيمانة؟ رغم ان بعد ما تحررت جزئيا امبارح فضلت الشياطين تحاربها، لكن هي قومت. الرب قال كده قاوموا ابليس خصمكم فيهرب منكم، حصل خلاص للأسرة كلها. ادوا المجد للرب ادوا المجد للرب. الأسرة بالكامل خلصت، قبلت يسوع واتملت بالروح القدس وتعمدت كمان بالروح القدس. هللويا هللويا. وايه التغييرات اللي حصلت فيكم بعد ما اتحررتوا؟ حاسين براحة، براحة ما حسناش بيها قبل كده خالص. يعني انا كراس كنت حاسه بيه امبارح بعد ما اتحررت، حاسه ان جواه قلب صغير حلو ابيض الكراس. هللويا. وجيني صوتي من روح القدس انا وقاعده بيقول لي قولي لاختك كراس شوفي، قولي لاختك ما تعملش عمليات الكراس. هو كان صوت جاي منيك انت ومن روح القدس. عظيم هو الرب. امين، مجد لاسمه. هللويا، شكرا ليكم. امين. انصحكم اقعدوا قدام كلمه الله، اسمعوا عظاتي نهار وليل، صلوا كتير
عشان في حرب ضدكم. لما خدت الروح القدس صلي بألسنة، الشيطان هيبقى تحت الأقدام دائما وأبدا. أمين. شكرا ليكم.